هذه المشاهد ليست لمخلفة زلزال، بل تشققات تعكس تلاعب في سوء الإنجاز لحي بأكمله مهددا بالانهيار على قطنه. عدنا عدة مشاكل متعددة في هذا الحي، أهمها العقود النهائية لم تسلم لنا لحد الساعة، رغم استلامنا المفاتيح في 5 جويلية 2018 ورغم الشكاوى المتعددة. مخالفات الإنجاز التي طالت حتى أسس العمارات التي غمرتها المياه في ظاهرة تمس جميع أجزاء الشقق داخليا وخارجيا بفعل استخدام مواد مغشوشة في الإنجاز. عندنا تشققات كبيرة في المباني، تشققات بانت راه في سنتين، حتى هذه الخطرة بانت بزاف، هذه التشققات في العمارات في الأرضية وحتى في الطابق الخامس. هواجس المستفيدين من السكنات بهذا الحي لا تتوقف عن مافيا الإنجاز، فعدم تسلمهم لعقود التملك يعزز لديهم من حالة الريب والشك بعد عامين دخولهم السكنات الجديدة. حد الآن أنا في عامين ساكنين مازال ما شفنا تيت. ربط على المديرة كان قلت لنا روحوا عند الموثق تلقوا الفياس بواجد. روحنا عند الموثق الفياس بلقينا فيه داير لو مونطون تاع 280 وحنا مخلصين 350. حي 270 مسكن اجتماعي تساهمي، حالة أخرى ضمن فضائح متكررة لتلاعب المقاولين في إنجاز مشاريع السكنات العمومية في انتظار تحرك حكومي حقيقي لمعاقبة المخالفين وتفادي تكررها مستقبلاً.